لما خدتوا الدوري بقى احتفلتوا ازاي؟ ورئيس النادي وقتها سلمان بيه عزته يعني، والفرحه داخل الاولمبي فرحه ده فرحه ما تتوصفش. احنا روحنا كنا قايلين ايه لو ربنا كرمنا؟ احنا ثلاثه كنا من الحضره، انا ومحمود بدوي وعز، قلنا لو كسبنا هناخد الشارع ده نروح على بيتنا بهدومنا. ماشي بهدومنا كده، احنا فاهمينها بسيطه. فطلعنا بره لقينا العالم امم، الراجل الصبريه لا 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 اذا كنت احنا هنوصلكم لغايه الحضره بالبوكس. فركبنا البوكس وصلنا بالحضره وتحت في الحضره فاحنا واحد قبلينا بشارع وانا وعز بشارع واحد. احنا نزلنا من هنا بصيت لقيت احنا في حته وسعايه زي الملعب كده، وهي اسمها الوسعايه فعلا. البيوت والزراغيط والدنيا اتقلبت كان نصر مبين. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي هي يعني دعمتنا واسمنا على، بقيت في جهتك لك شكل، وفي ناديك لك شكل، مع المنتخب لك شكل. فكانت فرحه ما بعدها فرحه يعني. لما كنتوا بقى بتقابلوا الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك وقتها يعني فريق كبار، بيتعمل لهم حساب طبعا، وان الاولمبي ياخد الدوري من الاهلي والزمالك ده حاجه كبيره. كانت لما بتقابل الاهلي والزمالك كانت المواجهه شكلها ازاي؟ وكنتوا بتستعدوا ازاي وقتها؟ احنا اولا المدرب كان مدرب واعي جدا، هو عارف نقط الضعف والقوه في الانديه الكبيره كويس. في كل نادي عارف مين اللي هو خطر، فبيعمل شغله كله في خط الدفاع والنص، تعمله كده وتحجزه على ده وتعمل كده وده يسقط، يعني الشغل الحسب الخططيه اللي بيوظفه. احنا بقى كان بيدينا العنان الحته الناس اللي قدام الجنبين دول، احنا عايزين عز الدنيا يعقوب فاروق السيد وبدأوا عبد الفتاح لهم لا هو كان بيركز على الجنبين الاجنحه. انا عايز الاجنحه وقت ما بتاخد بتعدي انت بتفتح خط ظهر الفرقه اللي قدامك. اتقطعت ارجع لي على نص الملعب، يبقى انت وانت راجع هيبقى اذا كانت من اليمين انا رجعت هيبقى ايه؟ هتبقى بدل اربعه قدام هيبقى ثلاثه ثلاثه اربعه. يعني احنا نضم على النص نملى النص، النادي كوره مرتده علينا بنبتدي نهجم، لا احنا بنفرد عن الجناب والجناب احنا كنا انا ومحمود بدوي الله يرحمه كنا صراع وعندنا حته الحركه والكنترول، هي السرعه مرتبطه بكنترولك بالكوره. كان زمان الكوره اللعب في الشارع هو ده المحل، خلق المهارة هو ده المحل. علشان كده دلوقتي المهارات قلت، تلعب كرة شراب، تلعب كرة تنس، تلعب كرة جلد في الشارع. وحضرتك بتتكلم عن التنس، اخبار التنس ايه دلوقتي؟ لا انا في التنس كويس جدا كويس جدا. انا عندي حفيدي كان من ابطال الجمهوريه في 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 التنس، وكنت بلف معاه في كل حته بقى وهو بيلعب. بس هو دلوقتي دخل تكسب اي حد في التنس كليه الطب. ف ان شاء الله بروح معاه كل يوم جمعه الصبح في نادي سبورتن نتمرن تنس الصبح انا وهو. انا بتمرن حسبه نص ساعه كويس بالكتير. معاه بقى واحد صاحبه اجنبي فالاثنين بيخلصوا ب 10 ونص يكون مخلص. فانا باخد الفتره ديت كويس يعني بزاول هوايتي ما شاء الله. محافظه عليها محافظه ما شاء الله.